إلى مسرح الكونسرفاتوار الملكي في مدينة مونسل البلجيكية جاء الموسيقي العراقي قطيب النعيمي للإشراف على البروفة النهائية لإنشودة السلام التي تحمي رسالة تعبر عن التعاطف والتضامن في مواجهة الإرهاب. يعني التأليف فيه بخمس لغات، ذلك لنبرهن للعالم المجتمع الفرنسي بأن نحن قادرين برغم اختلاف لغاتنا وأديانا لكن لغة الموسيقى أن توحدنا، ونوصلهم رسالة جيدة أن الدين الإسلامي دين حب وتسامح ودين تعايش سلمي وليس الدين الذي يصاغ في أفواه بعض المتملقين والمتصيدين في هذا الدين. هي رسالة حب وسلام ووئام وتسامح ما بين الأديان، وهي الرسالة الثانية أن لا نخلط الدين بما يجري. صوت الأذان وآيات قرآنية وبعدها كلمات الأنشودة التي تدعو إلى السلام والتعايش السلمي بين الأديان، وعلى أنغام عزف يشارك فيه 18 عازفاً اختاروا الموسيقى سلاحاً لمحاربة الإرهاب ورسالة لنبذ العنف مكتوبة بخمس لغات منها العربية. المبادرة جاءت من قطيبة وقررنا أن نشارك فيها، ومن الجيد أن يحدث التلاقي بين الثقافات، مجموعة مختلفة من دول وأديان متعددة تنفذ هنا عملا مشتركا. هذا مثال جيد على أن الموسيقى لها دور وهي لغة عالمية وتعرض للعالم أن التعايش السلمي والعمل المشترك ممكن بالرغم من الاختلافات بيننا وبصرف النظر عن الجنسية. الأنشودة تعكس القناعة لدى الأطراف المشاركة فيها بأن الموسيقى لغة عالمية بصرف النظر عن المعتقد أو اللغة أو العرق. فكفانا قتلاً وظلماً باسمي. القائمون على هذه المبادرة يرون أن الموسيقى قادرة على لعب دور في مواجهة الإرهاب والتشدد وتوجيه رسالة للتضامن بين الشعوب والأديان. عبد الله مصطفى، الحرة، من مدينة مونسل البلجيكية.